بسم الله الرحمن الرحيم. تجري الأقدار بمقدار، ولا يدرك كنه القدر إلا من كان بشفاء تام من كارما القدر. نفوس نقية بالنور تحجب بطبقات وتتصف بصفات لتظهر بشخصيات تستهلك ذاتها الحقيقية لأجل تغذية شخصية وهمية. ذكاء كوني شامل يضعنا في أتون الزمان والمكان بتقاطعات فلكية دقيقة، منها ما يساعدنا للتحرر، ومنها ما يجعلنا نعاني لعلنا نتحرر. نمر عبر الزمن ضمن المكان بنظام رقمي دقيق، فيه لو أمعنا النظر كشف للحقيقة حقيق، فيظهر أمامنا ما يسمى ببوابات طاقية تعبر عن تقاطعات زمانية مكانية يفهمها عقلنا الباطن كنسمة هواء عليلة تريد أن تنقذ نفوسنا من حر طالما مررنا فيه بسابق الأيام. البوابات الطاقية تفيدنا كشروق شمس بفجر يوم جديد لإعطائنا فرصة فيها التجديد. مقبلون الآن على تاريخ 3/9/2022، رقم 3 رقم 9 وال2022 رقم 6. هذا الكود الرقمي اللي يعتبر دقيق جدا، كود تسلا، له سر طاقي ويعتبر مفتاح للدخول بقوة إذا ما أحسننا الدخول. هو باب ضيق لا شك، وادخلوا من الأبواب الضيقة ولا تدخلوا من الأبواب الواسعة، لأن الأبواب الضيقة فيها مسار دودي لعالم لطيف. سنستغل هذا الباب استغلال العارفين بنية لأجل الاستشفاء بكل المستويات. لذلك سنقوم معا بالتأملات العلاجية السبعة التي تعتبر شاملة كافية وافية لكل مقامات الإنسان السبعة توافقا مع الشاكرات السبع، وبالتالي سيحصل شفاء معجز بالوعي واللاوعي بمستويات عديدة، خصوصا إذا ما استمر الفرد بمتابعة هذا النوع من التأملات. على قناة أسرار التأمل بالبعد الخامس الخاص سيكون التأمل بتوقيت سوريا الساعة 8 مساء كالعادي، لكن السبت سنبدأ بالتأملات العلاجية ونكمل هذه الدورة من التأملات معا.
بالنسبة للمتابعين ممكن الإعادة صباحا بنفس التأمل أو تأمل آخر، أي تأمل آخر إذا أحبوا. بالنسبة للجدد يبدأ معنا الساعة 8 مساء، وإذا أحبوا الاطلاع على باقي التأملات بأي وقت بناسبهم فليكن. تكمن الأهمية بالاستمرار بعد التأملات العلاجية السبعة، سيكون متابعة يومية على الساعة 8 أيضا بتوقيت سوريا. هذه المتابعة تمس الحاج لها حتى نهاية هذا العام. نمر بمفصل دقيق حساس جدا بنهاية 2022، فنرفع عن نفوسنا الكثير من الضيم والضغط بمتابعة هذه التأمل، بالرغم من صعوبة الحياة وعسرة الطاقات. ستكون هذه التأملات خير مساعد لمن يريد. سنبدأ أيضا على مجموعة خاصة اسمها مجموعة أسرار التأمل والوعي والطاقة، رابطها موجود، رح يكون رابطها موجود لمجموعة أسفل صندوق الوصف، وبالتالي الانتساب إلى كثير ممتاز للي ما بيقدر يتابع اليوتيوب من أجل ضم مجموعة أو شريحة تتابع الفيسبوك. سيكون أيضا البدء من جديد بالتأملات العلاجية بشكل جماعي بتوقيت سنحدده على المجموعة، هذا بعد انتهائنا أي بالعاشر من شهر 9، لأن 10/9/2022 بصير رقم 7 وكأنه رقم تغيير من حال لحال. ورح نكتفي بال7 دقائق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.